تفضل اخوي استريح لما يدورك. حياك الله. مرحبا اخوي، عندي موعد الحين. ان شاء الله. تفضل اخوي عند الدكتور. فوضى السالفه عبالك، تعالوا درع مع الدكتور. ما تحشم الاوادم اللي هني ناطرين دورهم؟ حتى هني واسطه؟ شو يصير لك دكتور؟ ها؟ شو يصير لك؟ ما تشوف شر. تعال 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 واسمع شو تقول. تعال اقول لك. لا لا يا جماعه ما يصير، قولوا لي شو السالفه؟ الريال زيده على الدكتور وطايف علينا مخمس، وطايف علينا مخمس، وطايف علينا مخمس. لا لا يا جماعه صبروا، فهموا مني السالفة، الريال عنده موعد. ايش فيك يا اخوي متحمس؟ ايش فيك يا اخوي متحمس؟ ايش فيك يا اخوي متحمس؟ دكتور دكتور قولي من شنو تشتكي؟ بطني بطني اكيد ما اكل سبايسي. دكتور دكتور قولي من شنو تشتكي؟ بطني بطني ما تشوف شر ولا تحاتي. اطلع اطلع يلا بسرعة، وذو من ابليس وصلوا على النبي، الريال حاجز موعد عن طريق التطبيق هذي، تطبيق منه تختار اي مستشفى تبي، حتى يعطيك الموعد والدكتور حسب ما تبي. دكتور تكفى، هالتطبيق شنو اسمه؟ ميديكال دوت بي اتش يا اخويتي، هذه اسمه. يلا يلا الكل ينزل التطبيق يلا على تلفونه، ونختار منه المستشفى والدكاترة اللي بيعالجونه. يلا يلا الكل ينزل التطبيق يلا على تلفونه، ونختار منه المستشفى والدكاترة اللي بيعالجونه. ميديكال أقول يبا. هلا يبا. انتوا على يومكم قبل اذا اجبت في واحدة شلون تبين لها اجابك وتتواصل معاها؟ اوه ذكرتني بايام حلوة يا يبا. اي يبا شلون؟ قم وراليك شلون. قم هذه البنية اللي أنا معجب فيها يا يبا. إيه روح كلمها. اصبر يا يبا، شو شلون كلمها؟ أمر الله بهون. اصبر أقول لك روح كلمها، ما فيها حف الدعوز، أنا براقب لك. روح. اصبر يا يبا، الموضوع مو بهالسهولة، الموضوع في مراحل في خطوات. أمشي أمشي خلني أعلمك. أمشي. يما يما. هلا يما. شنو غدانا اليوم؟ طبخة هريس يما. أنجب لك؟ لا بس حطي لي في جدر صغير، بتغدى برا إن شاء الله. أنا سويلم، هذه غدا من بيتنا لكم، عليكم بالعافية. يعافيك مشكور ما تيسر. حياك الله. آخ شنو؟ شنو استفدت من ذي كلها حين؟ شفت يدها وأنا معطها الجدر. حين أنت مضحي بغداك بالهريسة عشان بس تشوف يدها؟ وبكرة بشوف خشمها ولا عقبة قذلتها لين ما أشوف وجهها. ها يعني بتم اسبوع بدون غدا؟ ليش انتو كم يوم ما تتغدون؟ وليش ما نتغدى؟ قم براوي قم قم. مساء الخير. مساء النور. ممكن الرقم؟ دخلها سناب احسن. اوكي اعطني سنابك. تحملي في روحك، ردي البيت الحين. ها ان شاء الله. شذي بهالسهوله؟ وايل سناب بعد خلى لك لانه مو عجبتني. اكو في اربع بنات جدا. زين يبا يعني هي ادش عليها اكلمها في السناب على طول اسولف وياها؟ اي يبا ادش اكلمها على طول. والله نورتي.
زين يبا. هاي يبا. بما أن أنت لاعب كرة سابق. إيه. شلون كان اللعب على أيامكم؟ أوه يومياً يومياً الساعة 4 العصر إحنا طاقين كرة. يلا العب العب ما في شيء كمل العب. زين وهاي اللاعب الفقير اللي تعور شنو موضوعه؟ يبا بعدين نروح نزوره في المستشفى. اللعب ما يوقف، تنكسر ريلك تنقص يدك، اهم شيء ان احنا طاقين كره الساعه 4 العصر. ليش انتوا شلون تلعبون الحين؟ لو وقفتوا لعب والكره من بيبها؟ والله يا يدي هذه صار عليها اختلاف. ناس تقول اللي شاط الكوره هو اللي يجيبها، وناس تقول الكوره لكم انتوا روحوا يجيبوها، وفي الاخير ما حد يجيب الكوره ونجمع الحطيه ونطلع نتعشى. زين اقول يبا هلا انتوا على ايامكم شلون كنتوا تتوظفون وتحصلون شغل؟ هذه اسهل شيء. يعني مثلا سلام عليكم ابو محمد. عليكم السلام. هلا سويلم. هلا ابو محمد. مو محتاج اساعدك في شغله مني منك، تراني عطالي بطالي. اي بالعكس يا محمد، اخذ سويلم من اليوم ترى اشتغل وياك، خذوه وياك. مشكور يا ابو محمد. لحظه ما في مقابله توظيف؟ عاق تتفقون على الراتب؟ لا يا يبا احنا التوظيف عندنا يجي سريع، مثل ما انت اخذت سناب البنيه بسرعه احنا جينا نتوظف بسرعه. ليش انتم شلون التوظيف عندكم الحين؟ وين تشوف نفسك عقب 5 سنوات؟ أشوف نفسي موظف مثالي في شركتكم، خدومكم تحت أمركم طال عمرك. استربيع زاد إكس تكعيب ضرب 49 على نظرية فيثاغورث، كم تصير؟ تصير 37، مثل ما قلت لك خدومكم تحت أمركم طال عمرك. الكرة الأرضية لما تفتر شنو تأثيرها على الذرة؟ وش يصير في كريات الدم البيضاء؟ يصير ان انا لازم اتيسر طال عمرك، لان واضح انكم ما تبوني. ها يعني مذله السالفه؟ اي والله مذله في مذل. على اذنك يبا، هاي البنيه اللي اخذت سنابها بروح الاقيها الحين. انت قاعد؟ انا لا بعد بمشي، بروح اخذ صحن هريس وبودي حق حبيبه القلب، لان على الجدول ان اليوم لازم ترويني بهامري لها. يلا بالتوفيق ان شاء الله. وياك حبيبي، تبي شيء؟ يلا. مرحبا الشيخ، بغيت اطلب واحد عصير اينشتاين وواحد عصير جوجو واثنين ميني بانكيك، واحد بستاشيو وواحد كيمبر. بتم وقف الطالع ولا بتقعد؟ ما فهمت ايش تقصد، شنو تنصح؟ طالع احسن. من نكست؟ رئيس السودانية عبد الله حمدوك ووزيراء المالية والصناعة والتجارة في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 4,600,000,000,000. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك شيخ. حياك. بسم الله الرحمن. حياك. الحق علينا شيخ، الحق علينا، هذا البيت مسكون فيه ينونوا، ارجوك ابيك تقرا القران كامل على هالبيت واللي سلمك. ما علي صار على النبي، فهمني ايش السالفه، ايش صاير؟ انا فهمك شيخ. شوف يا شيخ، هذه تلفون هواوي الجديد، عرفت هواوي؟ لا معروف السوق. اي شيخ، هذه في خاصيه جديده ان اذا يوصلني مسج انا اقدر اشوفه، بس اذا في واحد ثاني يبي يطلع علي ويبي يقرا المسج المسج يختفي. وانا صار لي يومين يا شيخ توصلني مسجات والمسجات قاعد تختفي، فانا شاك يا شيخ ان في نون قاعد يطلون على المسج معي.
انت شكلك مو مصدقني. شيك ترى ايش المسج الحين. شيك نجرب. شنو تبي اكتب لك في المسج؟ اكتب لي اي شيء شيخ. جزاك الله خير. احبك في الله. احبك في الله. احبك في الله. وصل. اختفى. اختفي يا شيخ. اختفي يا شيخ. اختفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ليح البيت فيه نون وما فرموا عن الشيخ. ما في إلا أركب الكاميرا عشان أعرف شو السالفة. أوكي مكان الكاميرا تمام. الحين نبي يوصل لنا مسج. يلا تعال. حلو وصل مسج. اختفى اختفى. أنا بي اختفي. يلا نشوف الحين كاميرا المراقبة شو تقول. ما صار شيء. خلنا نعيد بالبطيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Hello? Yes, this is Jack. Which hospital? Okay, I'm coming now. What happened? Our brother had an accident and he's in the hospital now. Oh my God. Let's go. رقم غريب. يرد. أرد؟ يرد. Hello? مستشفى؟ اخوي ايش بيه اخوي ايش بيه تكلم اخوي سوى حادث لا لا ليش اخوي يصير في كذي ليش اخوي يصير في كذي ما ادري دكتور طمني على اخوي دكتور تكلم ليش ما يتكلم الدكتور ما ادري اكسر اي شيء يمك دكتور تكفى تكلم طمني على اخوي تكلم ليه ما تكلم مو قاعد يتكلم تكلم تكلم اوكي دكتور احنا حيين اخوي 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 ايش فيك اخوي قوم كلش مو بوقتك يا اخوي الحاتي تاكل الحاتك انت قوم يا اخوي شلون اشيلك انت قوم اي صح قوم اي صح قوم. ليش صار في اخوي كذي ما ادري اكسر دي اكسر دي بعد ما في شيء بعد ما كسرناه؟ ما ادري شنو ذي؟ ملل 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 السوشيال ميديا صارت ملل ما في فيديو عدل؟ اعرف ان الوضع صاير ممل بس هالشيء ما راح يطول ايش تقصد؟ اللي يقصده احمد طارق؟ اي نعم طارق واسكتي شوي خلنا نخلص كلامي اللي يقصد احمد ان احنا جايين نغير الوضع في السوشيال ميديا شلون سديم راح يرجع بالموسم الثالث صدق والله اي والله واحنا راح نشتغل مع صناع المحتوى اللي بيشتركوا بالبرنامج زين شلون الواحد ممكن يقدم على البرنامج وشنو الجائزه اللي حاطينها حق المركز الاول يعني بور اللي مار اللي سديم دوت كوم إني بور لمار لمليون ريال إني بور لمار وانت حضرتك معاهم في لجنة التحكيم؟ أنا بور النار الأمور النار الهونار إني بور للسلفين مساكم الله بالخير متابعيني أنا حاليا في محل العطور وياي أرويكم منتجاتهم بصراحة عطوراتهم قوية ما عليك أمر حاول تمدح أكثر بالغ أكثر تفضل تبي بالغ أكثر؟ إن شاء الله خيال
عضراتهم خيال نار شرار. حاول بس لو تحلف لهم عشان يصدقونك. اقسم اقسم. انت بحلف ها عشان يصدقون اكثر صح؟ والله العظيم يا جماعه اقوى عطر والله العظيم وقسما بالله والله العظيم اقوى عطر نازل في السوق يا جماعه. خلنا ارويكم الحين كم من رشه عشان تصدق. الله الله على الريحه الله. إيه طال عمرك بس لو تطلع اصوات عشان يصدقونك اكثر. طلع اصوات وانا رشه ان شاء الله. بشوف اشوف الريحه يا جماعه. عطي صوت العنزه بعد. صوت العنزه؟ لا لا ارجع حق الخيل. الخيل احسن كله. ادفع له بس خلصوا. ما عندك فلوس؟ خلاص ما عندك شيء يعني. المهم يا جماعه الحين بحط لكم حسابهم وسوي لهم فولو وتابعوهم. يعطيكم العافيه. يلا حبيبي تامرني بشيء انا لازم استاذن امشي. ها بس باقي البخور بعد ما كملنا الدعايه. اي والله اعذرني انا اتوقع كفيت ووفيت معاك وعندي شغل لازم امشي بصراحه. نعم شوي تفضل. اي وين قلت لي البخور؟ ذاك الصوب. ذاك الصوب. عندي صوت الخرتيت الخرتيت.